لو ابوك وامك عايشين انت في نعمه كبيره قوي، مهما عديت بابتلاءات يكفي ان لسه في بيتك صله قويه تكلم ربنا من خلالها. عيش ببركتهم، ما تخليهمش يغيبوا عنك، لان لما حد فيهم هيغيب والله ما هيرجع تاني، وساعتها هتتمنى لو فضيت نفسك من كل اشغالك عشانهم وقعدت واتكلمت وضحكت معاهم. احضنهم، احضن ابوك وامك كتير بمناسبه ومن غير مناسبه، كل ما تقدر تخطف منهم حضن اعمل كده. مش هيمر عليك في حياتك كلها اصعب من لحظه وداع ابوك او امك، اخطف كل ثانيه ممكن تجمعك بيهم، دول كنز ما بيجيش في العمر كله غير مره واحده. مهما وصفلك قد ايه مراره فراقهم مش هتحس. جايز الكلام ده نصيبك دلوقتي عشان تلحق تتهنى بكل نفس بيتنفسه ابوك او امك في البيت. كل من مات ابوه او امه بيتمنى ان لو من قضاء الله ان الميت يرجع للدنيا ويقفل ابواب البيت وما يخرجش منه نفس واحد بيتنفسه ابوه او امه، وكان هيعتبر كل انفاسهم عطر يعطر بيه كل حياته. عيشوا المشاهد معاهم، كل مشهد زي ما يكون الاخير، لان اللي فاضل مش كتير. الحقوا الفرصة، الحقوا الفرصة قدامكم قبل فوات الأوان. كل ما ترجعوا وتلاقوا حذاء أبوكم أو أمكم قدام باب البيت ولا جلبية حد فيهم متعلقة على الباب، احمدوا ربنا قوي لأنكم في أعظم نعمة من نعم ربنا عليكم. اخطفوا لحظات السعادة في قربهم قبل ما تفرقوهم أو يفرقوكم. خبطوا على أوسع بابين من أبواب رحمة ربنا، بروا أباءكم تبركم أبناءكم.